أمام حدث كبير، حدث له ما بعده. هذه العملية نقلة كبيرة في المواجهة مع الاحتلال. العودة إلى هذا النمط من العمليات يعطي دلالات أنه يعني فعلا نحن ننتقل ونرتفع درجات كبيرة في المواجهة. لم تعد الأمر يعني لم يعد الأمر مقتصر على عمليات فردية سريعة ارتجالية أو عمليات يعني بتشكيلات محلية، لا، هذه عملية تحتاج إلى إعداد، تحتاج إلى تصنيع، تحتاج إلى نقل العبوة، تحتاج إلى تخطيط واختيار. واضح أنها منظمة واشترك فيها مجموعة، وبالتالي هذا يعني يعطي مؤشرات خطيرة بالنسبة للاحتلال وشكل تحدي كبير بالنسبة له، وأيضا يرفع درجة المواجهة معه. الاحتلال طبعا مرتبك، هذه مفاجأة كبيرة بالنسبة له. يعني هذه العملية جاءت بشكل مباغت في توقيت هو لم يكن يتوقعه، رغم حالة التصعيد في الضفة وحالة المواجهة المستمرة منذ شهور وعمليات القتل التي يمارسها والجرائم التي يرتكبها. لكن أن تحدث عملية وبهذا الاختراق وأن يستطيعوا الدخول للقدس، أن يستطيعوا تنفيذها دون أن يعني يستطيع الوصول إليهم أو منع العملية، هذا أيضا يعني فيه فشل أمني واستخباراتي ميداني، بالإضافة إلى الفشل السياسي في وقف العمليات ومنعها كليا. نحن أمام يعني على ما يبدو مرحلة جديدة، ربما معرفة الجهة التي نفذت العملية ومن يتبناها يعطينا مؤشرات أوضح حول المستقبل، بمعنى هل هذه عملية طفرة خطط لها ونفذت من خلال مجموعة، أم هي عودة لهذا النمط وإصرار عليه. هذا يعني يتضح فقط بعد معرفة الجهة التي نفذتها وعندما تتبناها. لكن دون أدنى شك هذا عملية موجعة مفاجئة وترفع يعني مستوى المواجهة بشكل كبير. طيب بعد كل الاستفزازات والاقتحامات والتصعيد في الآونة الأخيرة، ما الانعكاسات المرتقبة لمثل هذه العملية التي نشهدها اليوم؟ يعني الاحتلال كما قلتم لم يبقي أي وسيلة لم يمارسها ضد الشعب الفلسطيني. كل أدوات الإجرام والقتل والتنكيل والاقتحامات يعني لم يترك شيء. 50-60% من الجيش منتشر في الضفة، يغلق مداخل وثغرات الخط الأخضر، يعني كل شيء مارسه. وبالتالي يعني ماذا يهدد؟ أعتقد أنه فقط في حال يعني تبين أن هذه العملية ذكت خلفها تنظيم من التنظيمات الكبيرة، عندها ربما يكون سياسته هي استهداف قيادات هذا التنظيم، شن حملات اعتقالات بين صفوف عناصره، وعلى هذا النمط من الإجراءات التي تأتي بعد العملية وبهدف يعني قطع السلسلة. إذا كان هناك سلسلة ولية لتنفيذ سلسلة عمليات، قطع هذه السلسلة وخلق يعني موازنة رادعة. ما دون ذلك الاحتلال مارس كل شيء، وواضح أنه في كل مرة يخشل في منع هذه العملية. سيد عصمت، تابعنا منذ قليل عضو الكنيسة المتطرف إتمار بن جفير الذي كان من أول الواصلين إلى مكان وقوع الانفجار بهذه العبوة. يعني بن جفير كان يطالب بالأمن الداخلي في الحكومة القادمة، كيف يمكن أن تنعكس مثل هذه العملية على الحكومة الإسرائيلية القادمة، على اليمين الإسرائيلي المتطرف؟ بن جفير جاء يتبجح وجاء يعني يثبت انه يعني هو سيكون وزير امن داخلي ناجح، ولكن ما عجز عنه سابقيه لن ينجح هو به، وسيثبت له بعد ان يدخل هذا المكتب انه لن يملك اي اداه اضافيه يمكن ان يستخدمها، وان شعاراته الشعبويه سترتد عليه على شكل فشل. اما يعني ما يمكن ان يعني يحدث ويفعل هو شو يعني لحظه يحرر، يعني يستغل هذه المناسبة للتحريض على الأسرة والتحريض على شعبنا، وهو اعتبار أنه يعني أول إجراء يجب أن تحدد الأسرة. هذا يعني يعبر عن فكر فاشي وعن محاولة يائسة لابتزاز شعبنا. أما يعني تأثير على تشكيل الحكومة، أنا أعتقد ربما تسرع هذه العملية في تشكيل الحكومة، خاصة أن الحكومة واضحة وبرنامجها واضح ومكوناتها واضحة وتقريبا تقسيم الوزارات فيها واضحة. ربما يتخذون من هذه العملية سببا للإسراع في تنفيذ إخراج الحكومة للنور.